تغطية قناة الرابعة على الحدث هذا، هل ستتأثر هذه التغطية؟ لا براح أعطيش خبر حصري قبل لا أدخل البرنامج. تحت شوية أستاذ غزوان وحكيت ويا المعلق السيد خليل البلوشي، واتخذنا قرارا بعد موافقته بأن خليل البلوشي المعلق العماني الأصيل الطيب سيبقى معلقا لمباراة العراق والإمارات حتى لو أقيمت في جزر الواقواق. سيبقى خليل البلوشي معلق المباراة. ليش متمسكين بالبلوشي؟ لأن موقف قبل يجي للعراق، وكان سعيد البارحة نشر تغريدة أخذت صدى واسع، قال راح أكون سعيد جدا بتواجد ببغداد، راح أعلق من ملعب المدينة، وراح أكون كان متحمس جدا للحضور ويكون ضيف في برامج. طبعا مو بس هو 24 شخصية أخرى كانت متحمسة للحضور. كل 24 شخصية بالمناسبة معلومة ما بيهم ولا واحد إماراتي، بس ركزت على الموضوع. 24 شخصية تمت دعوتهم ولا واحد إماراتي. أغلب اللي راح لو تسمح لي طه، لو تسمح لي فكرة بسيطة ومقترح بسيط تقنيا فضل. تقنيا لو تسمح التقنيات للقناة المحترمة قناة الرابعة أنه خليل البلوشي يجي للعراق ويعلق هذه المباراة من ملعب المدينة الفارغ، واو، فهذه رسالة لي بيج لايك. العراق حي والعراق قادر على أنه يكون متواجد في هذه البطولة. أجيب الخليل البلوشي وقعده بالمقصورة ما التعليق، وأخليه وحده يعلق بالملعب إذا الأمور التقنية تسمح بذلك، واسوي قصه نقدر على هذا الموضوع عبرية. حتى الاتحاد العراقي يودوها الكونغرس الفيفا باجتماعهم نهايه هذا الشهر. الرابعه تقدر؟ والله يعني بالتاكيد بعد يعني موافقته وعلى المقترح. انا اشكر استاذ فيان، يعني مقترح جميل بتحدي برساله عاطفيه كبيره ستقدم الى العالم بانه ورساله لهذا الرجل.